محلى قد ابارتيغ من عمر ال 40 سنه كل مراه تبدا تتقلق من اللي تاش بغون اللي يظهروا على اليدين على الوجه وحتى على الكتف وهذا بحكم التقدم في السن وغيره وسورتو من ليبر بيغمونتاسيون نتاع الجلد خاطرنا نقعدوا برشا في الشمس هيك عليه كي نبداو بلو جون ماذا بينا ما نقعدوش برشا اكسبوزي في الشمس لي تاش بغون ماهمش خطيرين على صحه الوحده فينا لكن هذا ما يعنيش اللي ما لازمناش نتلهيو بيهم ونعطيوهم حقهم دونك حضرت لكم استوس صغيره ناتوريل سامبل ايفيكاس وسامبل سورتو ارياليزي باش تعاونكم باش تخلصوا من التاش بغون هذوما دونك ناخذوا شطر كاس روز اسمر مغرفه نتاع ماكله قارص ومغرفه نتاع ماكله من زيت الصبار اللي نلقاوه في لي فارماسي نرحيو الروز حتى يولي بودغ ونخلطوا لي زانغريديون اللي عنا الكل باش نلمو بات قابله للابليكاسيون على البلاصه اللي فيها لي تاش بغون نشيحوا يدينا مليح مليح ونعملوا نفس العمليه كان لي تاش موجودين عنا في الوجه ولا حتى في الاكتاف نعملوا بالعجينه اللي عنا مساج سيركولير ومن بعد نخليوه على البو مش اكثر من 5 دقائق يا جماعه مش اكثر من 5 دقائق ومن بعد نغسلو ونستعملو الكريم ايدغاتونت نتاعنا العمليه هذه نعاودوها مرتين ولا 3 مرات في الجمعه وهكا نتخلصوا من لي تاش بغون في اليدين في الوجه ولا حتى في الاكتاف كانت هذه محلى قدك لليوم نتلقى غدوه ان شاء الله في محلى قدك جديده محلى قدك